كبر قابنا الله صفريسين هاي قابنا هذا يعني أو الناس يبون يعرفون قصة مشاركتك في إعلام موسم الرياض لأنه كان مفاجئ وكان أدائك فيها سينمائي عظيم جدا. يعني وش القصة؟ والله القصة ما لها قصة، أنا ما دريت أنه عليها أصلا يعني حقيقة ما يت... سبحان الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وحن آد أغحو مهرون أهانتي فيديو غن أنكوسو بندقايو دونايو إن أنكولو وذاقو سيدا الله سمع الدلايو إيو سيدا أمد بضان المسلمين يقدم باوين وذات كان ها هذا يوذا دب بضان با نعم قرشا سعودة تن الله سبحانه وتعالى قرشه سنة وو سعودة مركا وحاج رواما حي إنو لاي هاي دبعا سؤال وحلوي ديجي وحا قصو موقتي فيلن أذيقو مركا جلاي أو دور بنا هستو أيات قصو موقتي أرنتا بل كورن قصة ذا محيطها وعليه وحق قصاء أي لا ذا ملاحن رونا هانتي مو أغيانو إلا أنيقا فيلن إنو أحا تواسيدا هاي بل شيخو نورن فين وها هي يوحي ماشي كسعودي ما والله صعبة بل سيدا لو قاداي او لو خيانايو او فيلسو سي يعني هي لو ريدو الاول ايه الاول قالوا رحنا زرنا دعوه لزيارتكم في نسيت اسمه الان هذا حق الرمايه معناه وحا لو ييره طبعا اني بوخدان مال شركه لفراي اهد اصل اهان مركا بوخشداسي او تاغين ماشي اوكي وزرناه صراحه شيء جميل جدا وقالوا بس نبغى نصور للشركة مركا بوغشدي كدب ايا وحي ده مركا ان سوي راي وحي لميدكا ان قلنا او كسابسن يعني شركة ده مركا سيدا كده عرسان سوا محي شركة ده انو سوي راي او قلايو ولي بو ديدا يا او فيلسو كأنه يعني تعريب بالشركة فقط برشا شركة ده حتى اني قلتهم ما يمصور تعبان الساعة 12 ونص كان واحدة وان دالنا اصروا وحن كلها يعني ما اودو يقدايا ما دام اي حل كان حل دنباي هي مركاسي وقت كانوا يري وقت كانوا يقعلني يقعلين الا ايو مركي دمان او غلاداي ارين اعلان اه وما برشو شركه دلا برناي ساسي هي معناها شفت يعني ما قابلت الا مشى سعيد العويران الطريق قفتوا مركا وثرو جاي يسوي نفس الاعلان لكن بقيه كلهم ما شفتهم ما ادري عنهم ما بيغ انا ما شفت حقتنا دي ورحت بعدين معالي المستشار هو نزل الإعلان فأنا وجدته إعلانا ولا أنا ما كنت أدري إنه إعلان أصلا عجيب بل أوفيرسو وحو أني أريد أستانو أرقني فيلم كاسي بورسامين دديس أما قيبتي سورة لصوبة لقاي أيو أستغانا هاي وقبل أرقو دونا وأركي دونا معناها ما بقى جنبه أنت إني سيرات مركا والله خياني سيدو أسأله شيء جوا سيرات مركي دم دبعا أبيك والأجريسي إسكاري سيه دم أوديكو لكن أنت واسيدو أش شيء أو أه إن أسوان الأجين ولي بس سي فرصة ميسن عجيب الله خالي أنت واتها سا أرين وحاجر تمركا لنا عكري عكسي كذا أو سعوتا سعودي كسعوتا وأنا أرنت أن دونا فيديو وأنا أقر فينا بإذن الله تعالى وحيت هاي قرنا كوجود بيسي علماء السعودية ترى ضبطنا إن أتركته أيوة شاشوين التلفزيون كصم قناية يوتيوب يضاضي فيسبوك يضاضي هاي يتويتر يضاضي وحنديه كرا وربا وحق هاي حق تويتر كمركا إن نقطه علماء السعوديين كا دتك هو استعمال كبدن تويتر كا دتك هو استعمال كبدن فيسبوك أو حد هلبو شن الضيابي سمالتي أدهيسو بسم الله الرحمن الرحيم شيخ ما أنت رم تويتر وفرديا شيخ ما أنت رم فيسبوك وفرديا قاركود إلا أي مكتبوين استوديو يو أي أسمستين سيد الشيخ إبراهيم دويشو كلا استوديو وين الضيابيسو وحد كلكو دريسا الشيخ محمد ابن عبد الرحمن العريفي وكلا استوديو الضيابيسو أد وين عجيب وحي أسمستين استوديو ده سوام حي يعني الدعوة ده كوسو قد بيان يعني دينت الله سبحانه وتعالى هاي دتك كل وذا قال وحن كلكو كدرى طبعا علماء وين الكبار العلماء علماء اللجنة كميت ah ee fatwada iyo wixii la midka ee dabcan suuudiga dhan baheesta xaq culimada marka la dhaho oo telefishinka suuudiyaanka ah kan iyo kan iyo kan soo fariisan jiray habeen walba waa sida habeen walba ayagu u fatwoonaaya dadka su'aalo ay weydiinayaan dadka barnaamij diini ah oo kala duwan ka bixi jiray male hadda zero hal xaba ma arkaysid bal waxa ajeeb ah arin aanan arki jirin ayaa halkan yurub anaga joogno nagu soo gaareys oo ah facebook waxaan ka joogi la aanahay waa maxay xayeesiin dad fanaaniin ah iyo dad ciyaartoy ah iyo dad filimaanta jira oo reer galbeed ah yani cadaan agaala ah oo xiyeesinaya booqashada Saudiya iyo dalxiiska Saudiya ee ugu fiican tahay iyo kada iyo Saudiya iyo wax la midka waad yaabaysaa waxa leedahay Imaaraadka meel aan ka galna la een iyo Qatar oo dabcan ayadan gadaal kaga soo darsantay ma Saudiya hadan ku darsamay ajeeb waxa ayaa xiyeesinaya waa galada tan idin sheegay tira badan lan yaro dumar maxay halkaan ku xiyeesinaan basaska London ha ahaadaan meelaha khaasatan ee boorarka waaweyn ee London magaalada marka aad marayso iyo dhabanaankeeda iyo waad yaabaysaa Facebook-ga marka aad marto sidaas oo kale eelaanaad
حيسين سعودية 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 مركا علماء دي هادات في ريسو تويتر هذا ماله شب فيسبوك هذا شب يوتيوب هذا شب واحد أركي يسا علماء قار توان سنة شن سنة سديت سنة كوي توان سنة لبي توان سنة توان نشان سنة يروح لميت كا فيديو إياها حد يرتان السوق لنا يو مالها إلا هايين أيضو هباي راتة إن الجريم وحبريدة دردو حنك هل نوع محي ويسمى دل ويسيني هاي شيخ عريفي وإلا هاد يرتان الله الإيجيري مال الغشيغو آن الجريم إلا إيو تدك حقوق ذا معتقلين تأمام محبيس تسعودي قدو ذا أي والول كم مجيين أو أي شيغان إن لغحري شيخة baalkii tracker la dhahay ee markaasi qof inuu dhaqdhaqaaqi karin oo meelo aadi karin haduu aadana hey halka signal oo ka bixinaayo oo u sheegayo haye qofkii uu dhaqaaqi wixii la midka kadibna hey sida ay sheegeen ayaga wariinayaan dabcan video-ga horan aga soo hadlay kuma laabanaayo laakiin waxa jira wax lagu bedelay marka culimadii habeen iimaane aan ka arki jirnaa ulajeeda ujeedada waa taasaaye aan ku arki jirnay telefishinada youtube-yada facebook-yada iyo wixii la midka aan ku arki jirnay waxa bedelay hayeesintaasi iyo cristiano ronaldo oo maantadan aan hadlayno dabcan ay suuudiga kooxda an-nasr ay iibsatay loogana dhigaayo sida uu sheegay dabcan ninka naadiga iskale bal wasiirka ciyaaraha inuu ahaan u maleeynaayaa qayb yar oo asagana nooca aan ka hadlay dabcan oo leeyahay jiilkeena soo socday dhalinyaradeen waxaan dooneynaa dadkay ku dayan lahaayeen waa kana waa Cristiano Ronaldo waxay kaga dayanayaan he ma ahan kaliya shaashada inay ka fiirsadaane life aan ugu keenay waa sida gabdhaheena iyo wiilashay lafdigaasi video-gii hore taqriiban adiga dhowr isbuuc ka hor anaga hadlay aad ka helaysaa qoraaladii iyo hadallada ninka wasiirka ee ku hadlayay iyo wixii la midka ajeeb culimadiina waa laga khariid dhalinyaradii u fiirso waxa loo keenay waa maxay fanaaniintan ciyaartoydan filmaanta qoladan jisha ee atoriyaashi iyo atriishiyaashi wixii la midka ayaa loo keenay yaani waxa socda brainwash kare dhaqid aqliga ah ayaa socda dhaqida aqliga oo meel ay ku dambeyn doonto ilaahay subxaanahu wa ta'ala og yahay annaga marka ka soomaali ahaan midalan maxaan naga qusay arintan waxaan naga qusayaa boqolkiiba boqol wax weyn suuudiga waa wadanka muqaddasaadkeena ay ku yaalaan kacbadii ku taala waa rasuulullaahi (alayhi salaam) meesho ku dhashay marka wax walbo saameynaya diiniyan ay noo saameynayaan nacam waa sida wax walbo saameynaya ee wanaag ah ee xumaan ah u fiirso haday khayr iyo wanaag dabcan ay helaan wuuna saameynaya haday shar iyo balaa ay ka dhacdana wuuna saameynaya gaar ahaan suuudigan ka hadlaya iska daba damada carabta kale oo hadda ku xeeran ayagoo ina saameynayaan qaarkooda si dadban baha ahaata mararka qaarkiisa laakiin suuudiga wax walbo dhacaya ilaan u fiirso midalan culimadooda marka aan hadda aan ka hadlayno dabcan ma ogtahay saameyn waxaan dhihi karaa dabcan toos ah ama dadban inay ummada Soomaaliyeed gaar ahaan ugu lahaayeen muassasaadkooda tusaale ahaan adiga waxa laga yaabaa kitaabka quraanka ku soo baratay fahad ma taqaana ma xusuustaa iyo kutubta dabcan ay soo saaraan ee kala duwan yani kitaabka quraanka kaliya tusaale hadaan u soo qaadano saameyn ma yahay mise ma hadda u fiirso kama hadlaayo waxba filin lagu siiyaa iyo waa iska liidashadeena taa oo annaga dabcan ay tahay ummad dulmigan iyo dagaalkan iyo dhiigan inay joojiso ay tahay inay fakarto ay tahay inay dalkeeda dowladdiisa ay dhisato taageerto ay tahay annaga macnaha waxa odhan ayna qusayaan ay tahay inaan samaysano laakiin waxaan ula jeedaa wixii khayr ah ama wixii shar ah ka imaada dhinacaas inuu na saameynayo ay laazimna tahay inaan isku baraarujino waxyaalaha meesha ka dhacaya sidoo kalena aan ilaahay tabaaraka uga barino khayrka inuu waafajiyo nacam wadaadkan sheekh del kalbani marka waxad gudub weyn ayaa loo geystay ilaa imaantaan uu socdaa midalan tusaale ahaan facebook ayuu leeyahay marka aad gasho twitter oo sidaas oo kale leeyahay waxa ilaa imaantadan dhacaaya inkastoo horaba loo xaqagan jiray dabcan laakiin arintan waxay keentay waa maxay filinkan iclaankan waxay keentay in laga fogaayay dhalinyaro badan aad u taageersanaa bal ahaa qaybtii awal laga fogaayay qaybtii kale u hartay ayaa qayb haaf laga la hadana sumcadiisa lagu dilayaa wax walba tusaale ahaan midalan sidaas oo kale shacaayid qarni ma aragtay asoo cudur daaranaya asoo taagan wixii shalay aan ku hadli jiray hadalay aan shalay dhahay muxaadaraadkayga kada iyo kada iyo kada waan ka toobad keenay waan hey ka toobad keenay macnaha shalay waan qaldanaa waxaan idinka sheekeyn jiray oo aan idinku muxaadarayn jiray dhanba hey wax kama jirin oo kale cajiib waraysi live video waa yaalla youtube-kaad ka helaysaa meel walba ku jira macnaha la xulula quwata ilaa billah waxaa rasuulullaahi calayhi salaatu wasalaam ka sugan in aakhiru zamaanka calaamadihiisa uu ka mid yahay ama ay ka mid yihiin in la gaari doono culimada in sidaa loo qabto oo loo qaado oo yacnihi geeri culimadii dhilmata la waayo hadda intooda badan aaway raggii aad taqaanay badankooda aaway culimo waaweyn ay ku jiraan dabcan muxaafidiin ay ku jiraan oo yacni xifdisan diinta ilaahay tabaaraka watacala dhinac walba hadday noqoto xagga qiraa'aadka hadday noqoto xagga tafsiirka hadday noqoto xagga axaadiista iyo wixii lamidka dhammaan ama fiqiga qaar badan oo badan oo badan oo kamid culimadaasi xabsiga ku jiraan maantadan aan hadlayno qoladan xabsiyada iyo xuquuqda mucaqaliinta maxaabiista u doodana habeen imaanin si u qaylinayeen codkaa kala go-ay yacni qayladooda habeen imaanlan maqalna ayagoo wax soo qoraa twitter soo qoraa maalin waa laga xiraa twitterkood naftirkooda waa la weeraraa facebook ay aadaan facebook gadaw taga waa laga
حراء هالكاس هذا أصول لابتان تويتر يعني إيوه حلمتك سبحان الله مرك هذا أصول لابت شعائد الكلباني وكله حد ده أنا هذا إنه وحراء قصة على أما القصة ما ينايو وحكمت أه ورئيسيو جوكتا أدريميسو كتلاقل إني يهين كبر قابنا الله صفريسين هاي قابنا هذا يعني أو إلا قرت هذا هالك قابنا تهاي الغياب إني جونير وضطه الله يا بيسو أيها بين إمامي التلفزيون الله صفريسين أيضا ورئيسانيس وحد دريميس سؤال آخر كيس مركو كجواب أيو هدو عصيرة عدي على تو أرقتي سؤال آخر كيس وكجواب دريميس سوى عجلا مهرتي سالت عليها هي وهي ما خصبيني هي يوحي لمتك مرك إلهي تبارك وتعالى أيغان هكا سارو وحال وحي لبا هيستا سيقول ديه لما أنتو هذا أنغان إلهي تبارك وتعالى هنغا سارو عقلي غينا التغي إيه صمالي هدان هي ماش أن ما أنت مرينو أو أن كجرنو إنو إلهي تبارك وتعالى نغا سارو نعم أنغو حان نغسل لدي قورن أهانتي آدي آدن أن رحيا نغو حما هي خلو إلهي تبارك وتعالى أمدي سالصمالي كد ليس الدين توضا الشباب أمدي سالصمالي أيا رب الله قد لغي قارو مرتدين قارو مرتدين كالكاليال sida darteeda ayadoo taala laga duulay umada Soomaaliya wad gaalo murtadiin waa dhamaantood maxay yiri waa murtadiin kuwa kalkaalaya murtadiinta subhanallah sida darteeda waxay ku dhiseen waa maxay arin ah murtadiin dilkoodan oo banaaya sida darteeda arkaysa muqaayad han noqoto banaan han noqdo hotel han noqdo umadi caadi kuma baxsanayso kuma badbaadayso dil kaw waa ku qoran yahay a'uudhu billahi minash shaitaan rajiim marka halkaan culimadii ayaa sida loo cilciilaa loo qabanaya halkaan hee umadiyo dhan ayaa shabad in lagu dhagsaday sida loo gumaadaya allah musta'aan sharta weyn ee qabyaalada marka laga tagay Soomaali haysta meel walba joogaan waxaan dhigi karaa sharta labaad ee weyn Soomaali haysta oo qoladaas meel walba oo Soomaali ay joogtana hee ilaahay subxaana wa ta'ala umada ha fahansiyo inay gartaan dadka nooca oo kala ah fikrada xambaa ummadii leenaaya nolol aanan u ogoleen geyrkooda ummadii kale dariska aha gaalay muslim ba yaani aadi dad nool dad is ixtiraama dad khilaafkooda ku xaliya is afgarad iyo wad hadal iyo mis fariisi wixii la midka meeshana he la wad hadal ma jiro dilaad ku xukumanta a'uudhu billahi minash shaitaan sida ilaahi tabaaraka wa ta'ala inuu wixii gaar ah oo u dhiibay oo kale marka almuhim intaas aan ku soo koobay barakallahu fiikum ilaahi subhaana wa ta'ala wadankan amaan hanooga dhigo ilaahi tabaaraka wa ta'ala ummadeena ha islaaxiyo ilaahi subhaana wa ta'ala madaxdeena hanoo islaaxiyo oo ummadeena ha ka dhigo kuwii is jiclaada qabyaala قرن كأه قلبه كجرت إلهي سبحانه وتعالى كسر إلهنا قد دمانتنا وجزاكم الله تعالى خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.